سي عزيز، نعود مرة أخرى. السؤال الثاني، في حالة رحيل حانت، ما هو رجل المرحلة؟ أنا غادي نقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، هو مطروح ماشي غير اليوم، هو من بدا التأسيس ديال فريق الرجاء وهذا السؤال مطروح. فملي كيبغي شي رئيس ينهي المرحلة ديالو، فكينوضوا الناس وكتنوض الضجة، وشكون هو البديل، شكون هو هذا، شكون غنجيبو، شكون غنحطو، الفرقة غتبقى، ما كاينش اللي يكون رجل المرحلة، ما كاينش هادي. هذا السؤال هذا هو انك يقلصوا. انا بالنسبه ليا كمخايط هذا عزيز، كنهضر على رايي الشخصي، هو انك تقلل من المكونات والفعاليات ديال فريق الرجاء، اللي هو فريق كبير على هذا المصطلح اللي كيتداول في القهاوي وكيتداول في جميع الاماكن، هو اننا الى مشى هذا الرئيس شكون غنجيبو. فما يمكنش التاريخ يشير على نفسه. واش عمر الرجاء وقفات؟ واش عمر الرجاء دازت عندها غير رئيس مثلا امشى وبقينا حنا بلا بريزيدون، ولا بقينا بلا لجنه مؤقته، ولا بقينا بلا رئيس المكتب المديري، ولا الرجاء ما عمر شي واحد يخاف عليها. انا كنقولها من هذا المنبر، الرجاء لا خوف عليها وما كنخافوش عليها وما عندناش مشكل عليها، وحنا متاكدين بان الرجاء كتخرج من ايادي امنه وكتمشي لايادي امنه. غير هو هذا المصطلح ديال الى مشى هذا الرئيس، ما كاينش رئيس في هذا المصطلح. انا كنظن انه كيقلل من الشان ديال فريق الرجاء. واش غتكون لجنه مؤقته مثلا؟ انا بالنسبه لينا حنايا، انا بالنسبه ليا كمنخرط، انا ما عنديش مشكل تشد لجنه مؤقته، يشد رئيس، يشد، غير المهم الرجاء ما تدوش بهذيك الكبوه. اننا دابا حنا خسرنا 5 مليار و200، ياك 5 مليار و200 كيف خصها تكون عندنا اون ايكيب على فان سيزون، اون ايكيب اللي غتلعب لا كوب دافريك وتلعب الشامبيون وتلعب كاس العرش وتكون غتحوز على جميع الالقاب، نكون ايكيب ستابل ديجا لقيتيها صافي، ملي غاتي لا فان سيزون هاد ليكيب راه غتلعب بها. حنا ملي سالا لا فان سيزون ما لقينا حتى لاعب، ما لقينا لا ايكيب لا اونترينور لا والو، حنا لقينا راسنا فريق في طريق التكوين. اما دابا حنا نخليو هذا المشكل نرجعو للمسألة ديال حانات. حانات هو ان انا قلتها قبيله ونعاودها، كان رجل الظرفية. انا كنقولها بصفتي كعزيز بن خريط، الان ما اصبحش رجل الظرفية، خصو ربما تتمثل اصوات اخرى. انت ربما يكون الصوت ديالك ما انا غير باش نكون قانوني معنا، باش نكون نحترم الاراء ديال الناس كيما هما كيحترموا الراي ديالي. انا كنعبر ديما على الراي ديالي الشخصي. انا كنقول بلي استحانات راه حنا كنا من الناس اللي صوتنا عليه واللي جناه ونفع، كان رجل مرحله، اما الان راه ماشي رجل مرحله. وانا كنهضر بمنطق الكره وكفريق، كنهضر على القاعده على الرجاء ان نسلموها، نتمنوا من الله يبان شي، ماشي يبان، كاين يحيد حانات، يجي رئيس اخر، يجي فعاليه اخرى، يجي مسؤول اخر، يجي مكتب اخر، الخير ديما كاين، ما عمرنا قطعنا ليه. نعم، وشنو هما الاجراءات اللي اتخذتوا انتم كمنخرطين في هذا الشان؟ حنا الاجراءات هو ان بعدا من ضمن الاسباب اللي ادت لهذا الشيء هو ما كايناش ان كومينيكاسيون. ما كاينش تواصل. ما كاينش تواصل، علاش ما كاينش تواصل؟ غنعطيك مثال بسيط. انا نرجع معاك للقانون من المنخرط، المنخرط ما عندوش دور تفعيلي في فريق الرجاء البيضاوي، ما كاينش دور تفعيلي، زائد ان المنخرط ما كيدخل لفريق الرجاء البيضاوي حتى كيكون باري من جوج الناس، كيوقعوا عليه جوج الناس ملي كيحط طلب للمكتب، عاد باش كيتقبل العضويه ديالو تزكيه نعم. عاد باش كيتقبل كمنخرط. فاذا بينا من بعد هذاك الانخراط ديالو واللي هذوك الناس المكتب وافقوا على داك السيد باش يدخل وكيقولوا في الجموع العامه مرحبا بك كمنخرط رجاوي، فكنتفاجئ بعد غدا في لي جورنو كتخرج عن بعض المصادر، هذا كيقول لك مصدر، عن مصدر مطلع من الرجاء، عن مصدر من المكتب، كلام مقاهي وجرائد. انا ما كيعجبنيش هادشي لان كيشوه السمعه ديالنا حنا كمنخرطين، كيقول لك مصطلح هذا حياح، لا هذا منخرط ذو المستوى، هذا مريقي، هذا جميع المصطلحات. حنا ولاد الشعب كنعرفوا هادشي. انا ما يمكنش نجيب لك منخرطين كلهم وزاره. ما يمكنش. انا راه الرجاء فريق الشعب، جميع الطائفات، جميع المكونات غتكون حاضره، اراد من اراد وكاره من كاره. واخا يتلقوا ذوك المصطلحات ديال الحياحه، علاش هذاك الحياح؟ الحياح اللي كنعرفوا على حسب المفهوم ديالي، الحياح هو هذاك والزياده في القيمه ديال الانخراط. انا جاي معك مؤخرا، نعم، جاي معك الحوايج نعم. حاجه بحاجه نعم. انا هاد الحياح اللي في نظر ديالي، انا الحياح هو اللي كيهجن ويمشي يهجم على عباد الله ويدير ويختار القانون، خارج عن القانون. انا حياح، انا كنقول لك من هذا المنبر، انا سميتي عزيز طري، انا حياح، ولكن حياح ما كيعرفوش المفهوم ديال الحياح. انا انت كنكون حياح هي انني كان
الى الصوت ديالي ما تسمعش كنضطر انني في شي اجتماع نوقف ونغوت باش يسمع الصوت ديالي. علاش؟ لانني ملي كنكون مثلا غير في الجمع العام نعطيك الاخير، انا كنقول للرئيس، انا كنهضر على رايي الشخصي، اخويا راه التصويت قانونيا راه خصو يكون سري، انت كتقول لي لا يتهز يدو، وانا صبرت صبرت حتى عيت في الاخر، وليت مضطر انني نوقف ونقول لك ولا سي اوزان راه التصويت راه خصو يكون هكذا وهكذا. هما كياخذوا هذا الشيء وكيوليو يصنفوا المخارطين. بعض الناس سمحهم الله، انا ما غاديش نقول، ولكن تيصنفوا المخارطين، كيقول لك هذا حياح. بحال انا قريت البارح في واحد الجريده، منخرطين ذو المستوى، منخرطين ضعاف، منخرطين زعما كيف من هاد الحوايج هادو كيديروا الفتنه. ما يمكنش تغلب اغلب ناس على ناس. وعطينا في نظرك شنو هو السبب ديال هذه الزياده؟ واش هي مقصوده ولا عندها شي اهداف اخرى؟ والزياده انا على حسب رايي. انا بعد اول حاجه قريت في لي جورنو، غنقول لك هاد الناس اللي كيقولوا، انا غنرجع معك، هاد الناس اللي كيعطوا المصادر راه بهدلوا هاد الرجاء، راه حشومه عليهم، عار وعيب انك ينوضوا يقولوا في لي جورنو لا راه الفريق راه 20000 درهم، راه بعض المنخرطين لا راه غوتوا كونتر اسفي، حين 20000 درهم بزاف عليهم. وانت ملي كتقول لنا حنا المنخرطين 20000 درهم بزاف علينا، شكون انت؟ شكون انت في هذا الراجل اللي غتقول لنا انت 20000 بزاف علينا؟ انت عارف الكونت ديالنا اش فيه؟ عارف حياتنا الشخصيه؟ اذا راه خص هاد الناس، انا ما غنهضرش معك على بامي درهم، لان انا قلت لك راه عندنا فريق الرجاء، انا كمنخرط كنعرف جميع الفعاليات ديال المنخرط، كنعرف لي استاذ على قد الحال، كنعرف لي سيد اعمال برا، كنعرف محامين، مديرين، كنعرف ديزون دافير، كنعرف ناس جميع الطرائف. الرجاء انا راه غنعاود نرجع لها المصطلح الصحيح ديالها، راه الرجاء ديال الشعب، راه ما يمكنش شي واحد يبدو ولا يقول لي لا جي نسدوا عليها في قاروره ونديروا لها واحد الحصن، لان بهاد الحوايج اللي كدير تقدمها بحال اللي كدير لها واحد الحصن وكتحميها من الشعب، كتحميها باش ما يدخلش ليها الشعب. لا راه ما عمره يكون هذاك النهار، هذاك النهار هو اللي ما عمره يكون. علاش؟ لان 20 درهم انت قررتيها ولا كنت كتهضر بالقانون وانت متاكد المكتب خداها؟ انا ما كنعرفش المكتب، انا نرجع معك كنعرف الرئيس، الا اتخذها الرئيس قانونيه وعنده القانون ديالها على شبالي، مرحبا والف مرحبا، احنا ما عندناش مشكل وكنشكروك. السي عزيز، كنت مع البطوله كوم، والبطوله هي صوت لمن لا صوت له، فهمتي؟ وحنا تنتمناو الفريق الرجاء واحد ينقز هذه الكبوه ومزيد من الازدهار، وشكرا لك. شكرا.